المنتخب الوطني للكرة الطائرة يعود للواجهة الإفريقية بمعسكر إعدادي بمصراتة استعدادا للتصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا، وهو يبحث عن ورقة تضعه بين كبار القارة في مواجهات تصفوية لن تكون سهلة، خصوصا وأنه يقابل أفضل منتخبات إفريقيا في اللعبة. على بركة الله توكلنا طبعا في تجهيز المنتخب الوطني للكرة الطائرة المشاركة التصفيات الإفريقية المقامة بجمهورية تونس خلال فترة من 21 ل 24 سبتمبر. الوقت قصير جدا طبعا، الفترة يعني قصيرة، لكن قبلنا التحدي وقبلنا المواجهة بإذن الله، وثقتنا بشبابنا كبيرة، وثقتنا بجهازنا الفني لوصول إلى الورقة التأهل للبطولة الأمم الإفريقية. حال الكرة الطائرة كحال أي لعبة تمارس في ليبيا، حيث البحث عن التمويل والتكفل بالمصاريف في موقف يصعب المهمة على القائمين على اللعبة، بالرغم من وجود شخصيات خيرة تحاول الوقوف مع تطوير اللعبة والعودة بها إلى المنافسات القارية. الأمور تسير على المرام طبعا، حاليا على أمل كبير أن هيئة الشباب والرياضة والمجلس الرئاسي ومن له علاقة بالرياضة الوقوف بجانب منتخبنا الوطني، لأن الإمكانيات لحد الآن طبعا معتمد المعسكر مصراتي على الناس الخيرة والجهات العامة اللي وقفت معنا. يعول الطاقم الفني كثيرا على العناصر الشابة التي قدمت مستوى مميزا في الموسم الماضي، إضافة لعناصر الخبرة الموجودة في صفوف المنتخب التي يعول عليها المدربان رمزي أبو شعالة ويوسف عنان في الحفاظ على توازن الفريق أثناء المنافسات. الاستعدادات بصفة عامة ما نقدرش نقول استعدادات جيدة، المدة طبعا زي ما تعرف قصيرة، المدة كلها لتحضير المنتخب يعني لا تتجاوز 17 يوم. يعني انت حاولنا ان نشتغلوا على الجانب البدني والفني مع بعضهم، الرغبة عند الرياضيين موجودة، الروح موجودة، الانسجام موجود، يعني ان شاء الله نحققوا نتيجة طيبة. القدرة على الاستمرار وهو ما يأمله الجميع، خصوصا مع وجود الحماس لدى المنتخب الوطني في مثل هذه المحافل بعد النتائج المميزة على مستوى الفرق، سواء على مستوى القارة أو المستوى العربي.